من يوم ما ساب مراته وما رضيوش يرجعوا لبعض تاني، وكان في اعتذار منها ومحاولات للصلح، وهو الاشاعات عليه مش بتخلص ولا بتنتهي، وكل فتره يتقال عليه هيتجوز بس من ستات مختلفه. حكاية أحمد سعد مع الستات غريبة ومش بتخلص، ومحدش عارف إمتى هتبقى اختياراته مش مدمرة حياته ويختار ويرسى على اختيار. أحمد سعد بيتقال عليه في الساعات الأخيرة إنه خلاص لقى شريكة حياته الجديدة واللي قرر يتجوزها، بس المرة دي هتبقى فنانة شابة مصرية. أيوة، ما هو مش هيعرف يتجوز غير مصرية في الآخر، وده طبعا بعد ما كان طالع عليه إشاعات بعد انفصاله على طول إنه هيرتبط بالمطربة اللبنانية كارولينا كرم، واللي شافتهم أكتر من مرة مع بعد الانفصال مباشرة من علياء بسيوني، واتقال إنها ممكن تكون سبب الانفصال مع أم ولاده الأخيرة، بس شكلها كده مش هي والموضوع إنهم أصحابه بس، وكانت قريبة منه الفترة اللي فاتت. أحمد سعد مفيش جوازة بتعيش له كتير، بقى في الوسط الفني من الرجالة المزواجة واللي بيطلع عليهم دايماً كلام سيء من الستات، يعني مفيش ليه علاقة خلصت من غير شوشرة تقريباً، وفي أغلب الوقت بتخلص بفضائح ومشاكل كمان صحية ونفسية للست اللي كان متجوزها. الكلام ده طبعا من أول ريم البارودي لحد علياء البسيوني، ده غير مراته الأولى اللي محدش يعرف عنها حاجة غير ولادها منه كمان، واللي مظهرتش أبدا ولا مرة ولا اتكلمت عنه ولا حتى حد عارف هي مين، بس شكلها كده عاوزة تحافظ على عيالها اللي كبروا من الإيل والقال. أما بقى جوازاته الفنية واللي العروسة الجديدة هتكون رقم 5 فيهم وهو ولا الحج متولي في زمانه، فكانت نهايتهم كلها فضايح، وعلى عينك يا تاجر، واللي ما سمعش اكيد شاف. اولهم ريم البارودي اللي قالت انها كانت متجوزة في السر وكانت راضيه من كتر حبها فيه، لحد ما دخلت سمية الخشاب في الموضوع وكانت صاحبتها وخطفته منها زي ما هي قالت كتير، وفي اكتر من لقاء تلفزيوني وبعدها انفصل عنها وملحقش واتجوز سمية الخشاب على طول، وده بعد ما ظهرت ليهم صور ولقاءات بيحضروها مع بعض، وكانوا بيقولوا ان حبهم روحاني، بس روحانيه دي ما طولتش كتير لحد ما انفصلت عنه وطلعت شايلة الطحال بعد ما تطاول عليها جسديا، وده أدى لعملية وشالت الطحال، ده غير طبعا بعد ما اتكلمت على الالتزامات المادية الكتير اللي بينهم والمشاكل المادية والأسرية اللي هي أنقذته منها، وللأسف طلع أخوه عمرو سعد اللي كان عنده حق من وجهة نظره لما ما كانش موافق من الأول على جوازه من سمية الخشاب، وكان عارف إنها تفضحه بالشكل ده وإن الموضوع هيوصل بينهم لقضايا عشان سمية بتاخد حقها وهو عارفها من زمان. ورغم ان عمرو سعد ما اتدخلش وقت خلافات سمية الخشاب مع اخوه رغم انها وصلت للمحاكم، لكنه اتدخل وقت علياء البسيوني وحاول يحل ويصالحهم على بعض، وبالذات بعد البوست اللي نشرته علياء بعد الانفصال على طول واللي هجمت فيه احمد بشده، ووصلت كمان انها اتوجهت ليه بالسب والقذف، وقالت ان هما انفصلوا عشان مرضيش يروح يشوف بنته اللي عملت حادثه وهي عندها 40 يوم، ومرضيش يطمن عليها وراح الساحل عشان كان عنده حفلة، وكلام كتير قوي من اللي بنسمعه في خناقات المتجوزين في مصر. وعمر فورا كلمها وخلاها تمسح البوست وبدأ يدخل علشان يصلح ما بينهم، ما هي دي الجوازة اللي كانت على مزاجه وشايف انها الصح لأخوه اللي ما كانش عاجبه السنين اللي فاتت. وهي كمان بعتت لرضوى الشربيني تقول انها اعتذرت عن اللي قالته على ابو بناتها، وده كان طبعا دليل ان علياء عاوزة ترجع، بس ده ما حصلش وما رجعتش لأحمد تاني، وطبعا القرار ده كان منه لانه لما بينفصل عن ست كان متجوزها مش بيرجع لها تاني، هو ده اللي اتعود عليه الجمهور منه. بس يا ترى هل العروسة الجديدة عارفة ان هي هتقضي جوازة محدودة المدة؟ حتى لو مش بالاتفاق اكيد هي عارفة.